السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام. في غياب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي ما يزال طريح الفراش يعالج في أحد المراكز الصحية في باريس، أقدم الوزير الأول عبد الملك سلال على إلغاء جهاز أمني كان دوره رصد الأزمات على الأقل كما قيل لنا، وهذا الجهاز قد تم استحداثه عام 2003 بناء على طلب من وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني. مشاهدينا، العدد 23 من الجريدة الرسمية الصادر في 28 أفريل نيسان الماضي تضمن مرسوما تنفيذيا نص على حل ما كان يسمى المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار. لماذا أسس هذا الجهاز الأمني؟ وما هي مهامه التي أنيطت به في ظرف 10 سنوات؟ ولماذا غلبت السرية عن هيكلة هذا الجهاز ولا أحد يعرف من كان رئيسه؟ ثم لماذا في هذا الوقت بالذات يأتي وقت حله بعد هذه الفترة الطويلة؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا الأفاضل سأطرحها على ضيوفنا. نشاهد أولا هذا التقرير ثم نعود. وأكرر اليوم بأن جيلي طاب جنان. ما زالت قضية مرض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تستنفد كثيرا من الحبر، وأمام شبح المعلومات والمسربة بالتقطير ومن مصدر واحد دائما وهو الطرف الفرنسي لا غير، ما زال الشعب الجزائري في حيرة من أمره حول ملف صحة رئيسه. بعض الصحف حاولت فك ألغاز هذه المعضلة لكنها وقعت في فخ المحظور، وكان نصيبها المنع والملاحقة القانونية، وهذا ما انطبق على صحيفتي جريدتي ومون جورنال. وتجاهلا للحق في المعلومة دستوريا، شهدت السلطات احتقانا وتضاربا في التصريحات. ماشي اللي يجي دوك يغني علينا واللي يجي يطيح لنا المورال والرئيس راه مريض والاخر كذا ولا عارف واش. الراجل مريض، شكون اللي ما يمرضش؟ شكون اللي ما يمرضش؟ ولاباس به واش كان خير ان شاء الله. كل دوك النهار نديروا بيول تاع عليه، نديروا ديكلاراسيون. قلنا راه مريض، راه لاباس به، راه يريح. ثم اتى دور عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الامه ليقول ان صحه الرئيس لا تبعث على القلق، والذين يملؤون الساحه ضجيجا حول الموضوع ناعقون. فلتستحي الاصوات الناعقه ودعاة التيئيس وتترك الرجل يرتاح حتى يعود قريبا الى وطنه. وفي غياب الرئيس بوتفليقة فوجئ الشعب الجزائري بخبر حل جهاز أمني من قبل رئيس الوزراء عبد الملك سلال، وكان قد تردد أن هذا الجهاز كان ينشط منذ 10 سنوات، لكن جهة أمنية أخرى اعتبرته أداة موازية لنشاطها، الأمر الذي زاد في الاحتقان وتبادل التهم بين الأجهزة الأمنية العليا. أجدد الترحيب بكم مشاهدنا الكرام. أذكر فقط أن سيصحبنا خلال هذه الحلقة الأساتذة سعد جبار، نسعد بحضوره معنا في الاستوديو. أستاذ سعد جبار خبير في الشؤون السياسية والقانون الدولي، مقرن أية العربي، محام ومحلل سياسي، سيكون معنا بعد دقائق من الجزائر. ثم الأستاذ عبد العزيز غرمول رئيس حركة الوطنيين الأحرار. أجدد الترحيب بك أستاذ سعد جبار. جهاز أمني كان ينشط في الجزائر منذ 10 سنوات، تأسس سنة 2003 وحل في لحظة وبطريقة فجائية من قبل رئيس الوزراء عبد الملك سلال وفي غياب رئيس الجمهورية. لكن الأدهى والأمر، هناك من يقول إن رائحة تشم من هذا الحل السريع بين أجهزة أمنية لم ترضى عن بعضها بعضا، وبالتالي انتهت إلى حل واحد وهو الحل. كيف ترى هذه المسألة؟ هو شوف تسلسل الأحداث، أولا يبدو أن الرئيس بوتفليقة كان متسترا عن حالته الصحية، وبالتالي عندما نقل
المستشفى بفرنسا سرب الخبر من قبل طبيب المجمع الرياضي. هذه الغرابة، يعني الرئيس لديه طبيبه ومعروف في الوضعية السابقة عندما كان مريضا كان الشعب يعلم والطبيب يصرح وصور الرئيس تطلع في كل يوم، يعني تمت بشكل حضاري. لكن يبدو هذه المرة أن المؤسسة الحاكمة الحقيقية استغلت هذا الوضع وتريد أن تحضر لخليفته، لأن الرئيس بوتفليقة، وهذا مش خاف، يعني أي واحد يقول الكلام هذا فيه التسريبات، فيه الحقيقة وفيه الوهم وفيه التضليل، هي مليانة يعني النظام. شوف بوتفليقة كيف ينظر له من قبل أصحاب القرار، يقول الله هو سيطر على الدرك الوطني عن طريق تعيينه للبسطيلة اللي كان الجهاز السابق كان مش راضي عليه. إذا الدرك الوطني ظهر بعين القائد نتاعو، قايد صالح رئيس الأركان هو اللي معينه بالرغم أنه مرفوض من قبل العماري وجماعة، هذه كانوا رايحين يحلوه على التقاعد. الرئيس البوليس يعني تاع البوليس الجنازية أيضا الشرطة، خلينا جنازية انتمي مدرسة أخرى لكن يبقى من جماعة نزار مجمع، هذا كان يختلف عليهم إلى حد، ولكن نفس. إذن يبقى إلا جهاز المخابرات وخمسة يطلع عليه توفيق. حاول يعني ليس بغريب أن عندما سربت الأخبار، أولا بوتفليقة ليكن معلوم، أنا سمعت من أحد أوساط الرئيس بن علي سابقا قال له كان يروح يعالج هناك بشكل سري، يعني استقبلوا بن علي وروح المستشفى العسكري ولا واحد يعرف عليه. إذن هو في تونس، هذه في قبل الثورة 2011، يعني إذا قال لي مصدر يعني من العائلة نفسها، مصدر موثوق. نعم نعم. فأنت إذن هذه المرة يبدو أن أصحاب القرار رأوا أن الرئيس شكل لجنة لتعديل الدستور بحيث يعين نائب رئيس يكون شخص ضعيف، وبالتالي يبقى ابن أخو بوتفليقة هو اللي يتحكم في زمام الأمور عن طريق قيادة الأركان، يعطي التعليمات باسم الرئيس زي ما هو تم قبل المتنع. وعليه فإن أصحاب القرار هذه المرة قرروا فسر، يعني قرروا طرد سعيد بوتفليقة لئلا يبقى هو يحرس الدكان زي ما قلنا قبل، يعني هو اللي يكون حارس على، هو اللي يكون يتصرف نيابة على أخيه. إذن المؤشر الأول أن الرئيس، أن الأجهزة الحقيقية، أن القيادة الحقيقية خاصة الجنرال توفيق وجماعته، لكن فإذن لما قطعوا الخيوط تاع بوتفليقة يصبح لا يستطيع أن يتصل لا برئيس الدرك ولا بالبوليس ولا بقائد الأركان، تبقى يعني تضطر في هذه الحالة أصحاب القرار الحقيقيين يجتمعوا ويبقوا مفاصلين على أي تأثير بوتفليقة. وعلي حل الجهاز الأمني هذا، أنا لا أستغرب بوتفليقة لازم نعرفه راه ينتمي لمؤسسة يعني الشمولية. هذا الراجل أنا قلت لك هو باعتراف الذين يعرفون يقول لك لا يعرف في مخه السوفت وير نتاعو الهارد وير ما فيش كلمة الديمقراطية، ما يعرفهاش، يعرف الحكم من المركز، وكان يريد أن يسيطر ليس لأنه ديمقراطيا، يعني المسيطرة على زمام الأمور كرئيس فعلي ورئيس دستوري، فكر شمولي، فعنده فكر شمولي. اسمع شوف نقول لك، تذكر في عهد زروال كان التلفزيون الجزائري شوية مفتوح، العهد نتاعو هو كرس النظام الشمولي اللي ندافع عليه في الخارج وحمى المجموعة اللي كانت متهمة بالمذابح في إطار المؤسسة الأمنية والعسكرية، ثم أراد أن يستغل ذلك وأراد أن يضرب الواحد تلو الآخر ويسيطر هو. سيطرته ستكون مثل الأسد أو لا مثل بن علي ولا مبارك، ما يختلفش. والدليل على أن الصبح يقرر في عائلته، وأنا لا أستغرب إطلاقا أنه أراد أن يسيطر على المؤسسة الأمنية، على الأمن العسكري بالذات، عن طريق إعادة الهيكلة وكذا. وزرهوني ابن المخابرات، هذا مسرب بالضبط على هذا الجهاز، أنه أسس سمح للأسسة سنة 2003. نعم. وكانت حتى وزارة الدفاع عضو في هذه اللجنة، بالإضافة إلى ذلك كانت كلها تحت إمرة وزارة الداخلية، بعبارة أخرى كل هذا الجهاز يدور في فلك وزارة الداخلية، كأنهم يعيدون النظر أو يذكروننا بمرحلة البن علية. ما هو بن علي في وزارة الداخلية كل شيء تحته. لا شوف أقول لك حاجة، لكن سمح لي فقط نضربات لك المسألة. هم ما صرحوا به أن هذا الجهاز أسس من أجل معاينة بعض القضايا، بعض الأحداث الخطيرة في ذلك الوقت، مثل حادثة مقتل قرماح مصينيسة في بني دوالة في تيزي وزو، تغطية المعلومات عن ما أصيب به سكان باب الواد الفيضان، كذلك بالنسبة لزلزال بومرداس، هذه المعلومات كلها قال لك الجهاز هذا كان يجيب لنا معلومات وكان يغطي وكان كذا. هذا ما سرب ووجد فقط. شوف التسريبات هذه كلها عندها سبب. نعم. أن بوتفليقة كان يريد أن يسيطر على الأمن، وفعلا هو هذا عقليته هكذا، أنا متأكد كانت المعضلة الوحيدة هي المخابرات، لأن التوفيق هذا يلعب شطرنج فاهم الأفلام كلها، لأن بقى هو الوحيد المفارد من المجموعة الانقلابية تاع 1992، هو الوحيد، هو اللي يعرف مدرب على الطريقة السوفيتية حتى هو، لكن هو
التحليل تاع المخابرات تاع المخابرات الجزائريه حسب ما نسمع يعني ونتصور هذه مش تسريب انهم كانوا يؤمنون باستمراريه بوتفليقه وسيطرته واستمراريته عن طريق اخيه وعائلته والفساد اللي واقع ممكن سيجبر الناس على الخروج للشارع وفي هذه الحاله فان الجيش يضطر يستدعى يؤمر بتدخل وممكن لن يطلق الرصاص على الشعب ففي هذه الحاله الخوف ان يخلق لهم وضعيه ما يتحكموش فيها لكن انا ما استغربش ويعين جهاز ما تنساش وزير الداخلية أنت تقول لي وزارة الداخلية أنا راجل أمني كان شخصية ثانية في عهد مومني وزارة هوني شخصية أمنية ومن نفس المنطقة تاع بوتفليقة ومن نفس التعارف ومن نفس الجيل وعليه حل هذا الجهاز دليل أن المجموعة الحاكمة أرادت أن تقطع كل الخيوط التابعة لبوتفليقة وجماعة بوتفليقة وبالتالي في المستقبل القريب يعلن يحبوا يختاروا التاريخ فقط للإعلان الراجل شغور هذه بالتأكيد عبد القادر مصالح لما يتكلم ولا سلال يقول لك هذو اللي يتكلموا الرئيس مريض هي الرئيس مريض يا اخوي انت احنا الرئيس مريض لازم نسمعوا عن طريق الريكوماسيات على وضعه الصحي ولا نسمعوا عن طريق الصحف الفرنسويه انتم يا نظام انتم تقولوا هذا الراجل منتخب وهذا رئيس الجمهوريه وتقولوا احنا ديمقراطيين يقول لك الشعب ما عندوش حق على الرئيس على ذكر ريكوماسياس كان للقناة السبق قناة المغاربية السبق في إعلان هذه المعلومة بأن أوريكو ماسات فعلا زار رئيس الجمهورية ولكن هم كذبوا قالوا لا هذا الخبر غير صحيح عندك خلفيات حول هذه المعلومة؟ شوف أنا كنت في مؤتمر ديمقراطية في الدوحة أوريكو ماسياس كان معي في نفس في نفس الهوتيل وشفت الصحافي كان مسكين خايف جدا لأن السفارة الجزائرية أرسلت الذي تحدث معه السفارة الجزائرية رسلت الرئيس تحرير صحيفة العرب القطرية وقولوا له فيها شوف النص يعني شوف الدولة هذه هيبة الدولة اسمعوا وشو نطلب منكم نفي نشر النفي الذي صرح به أوريكو ماسياس أولا من ناحية شكلية والموضوعية هذا كله من السفارة السفارة قالت لهم أنشروا النفي أوريكو هو كأنهم يمثلوا أوريكو ماسياس وليش موش أوريكو ماسياس هو اللي ينفي هو صبحوا أنا نقول لك يعني شوف اللي نقول لك هذه تاع العقلية تاع بوتفليقة هذا راه إنسان هو اللي كرس النظام الشمولي مساعد النظام الشمولي نعطيك دليل السفارة مثلا نعطيك السفارة الجزائرية لما يشوفوا الناس اللي هنا زيد يتكلموا راح أنا شفت سفير راح صافح أوريكو ماسياس بينما ما سلمش عليا تجاهل أنا ما يهمنيش جهني أنا خدامة لذلك تقول لي سلالة وعبد القادر مصالح هذو ناس موظفين عبد القادر سلالة يتكلم يعني باستهزاء الرئيس مرض يا أخوي هذا الرئيس مش راجل عادي هذا رئيسكم أنتم اللي جبتوه أو لو جابوه 1994 كانت تكون كارثة أكبر لأنه ما يعرفوش بلي راه الراجل هذا راه والله ما يعرف كلمة الديمقراطية لذلك أنا لا أستبعد دعنا نذهب للمصدر بالضبط وسنشاهد صورة وصوتا أوريكو ماسياس وهو يجيب عن أسئلة الأخ الصحفي حول صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة Très bonne. Oui. Malheureusement, il est très très malade là. Oui. J'ai peur pour lui, j'ai peur pour sa santé et j'ai peur pour l'avenir aussi de l'Algérie. Vous avez une des informations au sujet de sa santé ? Est-ce que vous l'avez... Oui, j'ai quelques informations qui sont pas très bonnes. Depuis, vous l'avez eu au téléphone ou la dernière fois depuis quand ? Oui, j'ai été le visiter. Vous l'avez visité à Paris ? Oui. Ah, d'accord. Et vous avez quoi que... Il ne pouvait pas parler. Vous pouvez pas parler non. du tout. Donc il est grave. Vous pensez qu'il est grave ? C'est grave. إذن مشاهدينا الكرام كان هذا مقطعا فقط من الحوار الذي دار بين أوريكو ماسياس في قطر في الدوحة العاصمة القطرية بالضبط مع الأخ الصحفي وكان يتحدث فيها عن صحة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لما زاره في المستشفى وأثبت أن صحته كانت متدهورة جدا جدا في الوقت نفسه أؤكد أن قناة المغربية لما استندت على مصدرها كانت على حق ومثل ما كنتم تستمعون وترون أوريكو ماسياس وهو يتحدث عما تحدثنا عنه في السابق أعود لك يا أستاذ بالنسبة لهذا الجهاز الأمني دائما نحن نتحدث عن الجهاز الأمني ثم ندخل في المجال السياسي لماذا بالضبط هذه السرية جهاز أمني لا يعرف لا مديره ولا هياكله ولا صلاحياته ولا اهتماماته بين عشية وضحاها يظهر هذا الجهاز خلاص صار في خبر كان وحل العالم كله يعرف مدير مخابرات الدولية بينان مدير الاستخبارات الدولية السياسية نعرف مدير شوف يعني عليه أنت ما تعرفش لا مدير ولا الهياكل ولا المراكز ليش؟ لماذا هذه السرية المبالغ فيها يعني؟ حاجة شوف بالنسبة للنظام هذا نظام قائم على السرية النظام الوحيد في العالم أنت تروح تونس كان بن علي يحكم مصر بن مبارك كان يحكم سوريا عارفين هو الرئيس الجزائر أنا يقولك أنا مشكلتنا راهي مشكل مش قضية لغة بين الظاهر والمستتر
السلطة الحقيقية اللي احنا عارفينها هي المجموعة تاع الكوكبة العسكرية الأمنية وجماعة تحكم طريق الجماعة، لكن عادة تحكم مسيرية مطلقة، هذيك تسموها من الثورة واستمرت العقلية مشيين فيها. والله أنت رئيس الجمهورية هو بالذات ما قدرش يتحكم اللي هو رئيس حقيقي، لو كان عنده حق يصدر يشكل وش يحب طبقا للدستور. وفي النظام الديمقراطي من يتحكم في الأجهزة الأمنية والجيش ورجال المطافي من يحكم فيه؟ مو رئيس الجمهورية. حتى في بريطانيا ولا في أي دولة، حتى الدول الشمولية دول الاتحاد السوفيتي الكي جي بي كان يتحكم فيها الأمين العام للحزب الشيوعي لأنه هو القيادة الأولى. هذا دليل بوتفليقة كان يقول أنا ثلث رئيس وثلثي رئيس، وإن كان هو شارك في التضليل وشارك في إقرار نفس النظام، لكن هو يحب يحكم، يحب يحل المحل. واحيانا لما نشوف الجماعه هذه نقول الحمد لله يعني هم على الاقل في جماعه. يعني انت تشوف قرار الحل هذا كشف المستور؟ كشف المستور يعني لو يكشف لك باللي الرئيس حاول يسيطر، لان جاب زرهوني راجل مخابرات زرهوني كانوا الجماعه سعيده الايمن توفيق ولا الجماعه هذو كانوا موظفين بسطاء يعني ضباط صغار يعني ما نقولش بحكم العمر وكلش مش نقلل من شانهم، لكن تبين لك طبيعه النظام الشمولي. ولازم هما النظام الوحيد اللي قاعد يكذب على شعبه والعالم. والله كيف انا قلت لك انا نحتار سلال هذا حط روحه رئيس وزراء وزير، والله مسكين المتصرف اداري. ويضحكني انا شو كان وزير جزائري في المؤتمر اللي كنت فيه سالوه مسؤول قطري قال له كيف حاله الراي، قال له هو بصحه جيده. واحد وزير صغير ولا ما نعرفه والله مت بالضحك يعني الجماعه نتاعنا والله ما سامع به حد. يا راجل انت واحد انت تصور يعني هذا سلال قال له اللي الوحيد اللي يعرفه الفرنساويين يعرفوا كل يوم تروح تقارير رئيس الجمهوريه والمخابرات الفرنسيه يعرفوا الرئيس يعرفوا هذا هو مستشفى عسكري من المفروض ان فيه السريه المطلقه، لكن مع ذلك كل المعلومات الرئيس هولندي طيب. اسمع الرئيس هولندي يعرف والجماعه اسمع وفابيوس يعرف الرئيس نتاعنا، والوحيد اللي ما يعرفش الله الوزراء الاكثر يتعمل والله ما يعرفوا الا ممكن توفيق وغيرهم تجيهم تقارير عند الفرنساويين. طيب مش لذلك ما ضحك مشاهدينا الكرام سمح لي مشاهدينا الكرام ينضم الينا الان الاستاذ مقران آية العربي وهو محام ومحلل سياسي. ورحب بك أستاذ مقران. مرسوم الحل لهذا الجهاز الأمني صدر أيضا في الجريدة الرسمية بالضبط في اليوم 28 من شهر أفريل نيسان، ولكن لا شيء عن التأسيس، لا شيء عن اسم هذا رئيس هذا الجهاز، ولا عن هياكله ولا عن هيئاته أصلا. مساء الخير. مساء الخير أستاذ. نعم، مرسوم حل هذا الجهاز منشور في الجريدة الرسمية، والمرسوم لا يتعدى 3 مواد. نعم. تتحدث عن الحل وعن أن العتاد والأثاث وكل ما يملكه هذا الجهاز من وسائل مادية وبشرية تعود إلى وزارة الداخلية. الداخلية نعم. أما المرسوم صدر سنة 2003 والذي وقعه رئيس الحكومة يحيى يحدد صلاحيات هذا الجهاز عفوا، ومن جملة الصلاحيات ينص المرسوم على جمع المعلومات والعناصر اللازمة قصد التدخل نعم، وكذلك معلومات حول الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر. معنى ذلك أن السلطة لم تكتفي بجهاز المخابرات وهو موجود على مستوى الوطن، ودوره بالدرجة الأولى كما يظهر من تسميته دائرة الاستعلامات والأمن، يمكنها أن تحصل على معلومات حول ما يجري في المجتمع وما يجري في القطاعات وعلى مستوى التراب الوطني لتخبر المسؤولين السياسيين بذلك قصد اتخاذ القرار. لم تكتفي بالدرك الوطني، وفي البنك الوطني كذلك جهاز للاستعلامات. لم تكتفي السلطة بالأمن الوطني وفي المعلومات العامة شرطة متخصصة في أخذ المعلومات، وإنما تم اللجوء إلى جهاز جديد. المرسوم لا يتحدث عن المهام الخارجة، وإنما حدد مهام تتمثل في الحصول على المعلومات والتدخل. أما المهام الحقيقية غير معروف، يمكن أن نستخلصها من الأحداث ومن الغرض من إنشاء هذا الجهاز الموازي أو هذا الجهاز الذي يمكن أن نسميه بالشرطة السياسية ومن نوع خاص. وأعتقد
أن مثل هذه الأجهزة ليس بجديد في الجزائر، وإنما أول من أنشأ جهاز بوليسي موازي هو رئيس أحمد بن بلة في السنوات الأولى للاستقلال، وقد وضع هذا الجهاز تحت سلطته عندما خاف آنذاك أن يلفت منه جهاز الاستعلامات العسكري. فالغرض إذن ويمكن أن نستخلصه بكل بساطة أن الأمر يتعلق بمراقبة الأشخاص، مراقبة الأحزاب، الجمعيات، الشخصيات، مراقبة النقابات العمالية، مراقبة كل ما يجري في المجتمع قصد اتخاذ القرار في ما يخص قمع كل ما يمكن أن يحدث، ولكن كل هذا ينبغي أن يكون تحت إشراف وتحت سلطة وزير الداخلية. طيب أستاذ مخران، وأنت محام وحقوق معروف بنشاطك هناك في الجزائر، ماذا عن توقيع الجزائر لمختلف المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص على مناهضة التعذيب، التخفيف من هذه الاعتقالات خاصة الاعتقالات هذه السرية، كذلك محاربة ما يسمى بالاختفاء السري؟ هذه المواثيق كلها يعني هلها صارت في خبر كان، والجزائر قد وقعت هذه في سويسرا وفي دول أخرى، كيف الآن نتحدث عن هذا الجهاز الأمني الذي حل فقط الأيام الأخيرة؟ لا، هنا يمكن أن ندخل في موضوع آخر، موضوع المعاهدات والاتفاقيات وحقوق الإنسان والحريات العامة، لأن هذا الجهاز إلى حد الآن لا نعلم ما هي الأعمال التي قام بها، وما ولا نعلم إن كان قد ألقى القبض على الأشخاص أم لا، إن اعتقل الأشخاص أم لا، لأن هذا الجهاز لم يكن خاضعا لسلطة النيابة العامة ولا للسلطة القضائية. ومن ثم السؤال المطروح اليوم بعد حل هذا الجهاز وبعد أن عرف رأي العام في الجزائر وغير الجزائر أن هناك جهاز بوزارة الداخلية سري موازي لا يخضع إلا لسلطة الوزير، وعمله هو الحصول على معلومات وتوظيفها قصد التدخل ومراقبة الحياة الاجتماعية والاقتصادية، السؤال المطروح هل توجد مؤسسات في الجزائر يمكنها أن تفتح تحقيق حول هذا الجهاز؟ وهذا التحقيق هو الذي سيجعلنا نتوصل إن كان هناك توقيف وإن كان هناك اعتقال في مقرات غير تابعة للأمن الوطني وغير تابعة لإدارة السجون، وهل هناك تعذيب؟ لا أعتقد، لأن العدالة ليست مستقلة حتى تخوض في هذا الميدان، وأن النيابة العامة تابعة لوزارة العدل وهي بدورها تابعة للسلطة التنفيذية وللوزير الأول ورئيس الجمهورية، ومن هذا الجانب لا أعتقد أن يكون هناك تحقيق وأن نتوصل إلى نتيجة أو حقيقة. يمكن كذلك أن نتحدث عن لجنة برلمانية، لأن في مثل هذه المسائل اللجان البرلمانية هي التي تحقق، ومن حقها أن تستدعي أي شخص بما في ذلك الوزراء ومن تولى قيادة هذا الجهاز وكل الممثلين للوزارات لنتوصل إلى نوع من الحقيقة. ولكن البرلمان الحالي لا داعي أن نعود إلى الحديث عنه وعن انتخابه وعن تكوينه، ومن ثم فهذا البرلمان لا يمكنه أيضا أن يحقق في هذا الميدان، ومن ثم في الأعمال التي قام بها هذا الجهاز المستقبل هو الذي يكشف عنها. شكرا لك أستاذ مقران أيت العربي المحامي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا، كنت معنا من الجزائر. أعود لك أستاذ سعد، ما رأيك في ما قاله الأستاذ مقران حيث أن الجزائر لا تملك مؤسسات تمتلك من المصداقية والشفافية والحرية لتسأل عن مصير هذا الجهاز الذي أسس عام 2003 واختفى منذ أيام؟ هو محق لنا، كان عضو في مجلس الأمة الأخ محمد العربي، كان عضو في مجلس الأمة من الثلث الرئاسي من عهد زروال نصور، فهو يعرف مدى قدرة السلطات المعينة هذه والمنتخبة. لذلك احنا نشوف احنا لازم نعود للقضية الأساسية. هو درويش محمود درويش الله يرحمه قال على فلسطين وطن من كلمات، فاحنا عندنا برلمان على الورق وعندنا رئيس على الورق وعندنا أحزاب على الورق، لكن هي كلها وهمية مش موجودة. الآن هذه مش قضية سيرح أجنحة، هذو حابين يقضيوا على أي
عنصر من العناصر اللي ممكن تشوش على المجموعة الحاكمة الآن باستعمال وسائل معينة. أنا لن أستبعد في المستقبل القريب يستدعي زرهوني. أنا زرهوني كان هو الخطر على في إطار صراع النفوذ، لأن الرئيس بوتفليقة كان يريد أن يكون رئيسا حقيقيا، لكن ليس معناه أنه يكون رئيس ديمقراطي. أنا أقول لك على الأقل المجموعة الحاكمة نعرفها شكون اللي تحكم، هذه من الخلف عسكريين أمنيين لكن بوتفليقة يحب يعطي الوجه أنا مودرن وكذا. شوف عمل دعوة التلفزيون، شوف كيف عين الناس، شوف في الفترة نتاعو هذه الناس كانت تبكي تقول لك والله الرئيس بوتفليقة مسكين حب يكون هو رئيس، لكن ما خلاوش هو يشكي. هو قال شخصية كبيرة جزائرية يعني ما نذكرش اسمه قالها لي، قال لي مرة راح تشكي لي من توفيق، قال الأمر ما يخلينيش اشتغل. لما الشخص هذا راح تلاقى مع توفيق قال له خليه الرئيس يشتغل. لما مرة جاي طالع هو على أساس شخصية مهمة يطلع على على الصالون تاع الشخصيات البارزة لقى اسمه لقى ممنوع يطلع لا ما عادش يستعمل، ما عندوش حق يستعمل الامتياز تاع الصالون الشرف يخرج زي الشخصيات الكبرى. يعني بوتفليقة كان يعرف كان يحاول السيطرة على الجهاز الأمني وسيطرة على كل شيء. فتصور لذلك أنا لا أستغرب أن المجموعة هذه خايفة التشويش عليها من قبل جماعة بوتفليقة أخوه، لأنه بطرد أخوه لا يقدرش يرفع التليفون يقول باسم الرئيس أنا نتكلم مع قائد الأركان ونتكلم مع قائد الدرك الوطني أو مع البوليس قائد البوليس الهامل إلى آخره. والأمن هو ما يقدرش يتكلم معهم من قبل أخوه على كل حال. فيعني أنا لذلك لا استبعد هم يحبوا في نفس الوقت يحبوا يمسحوا فيه. ثاني يقول لك والله فيه اختفاءات ولا فيه جهاز آخر، وزي ما ذكر الأخ محمد العربي بن بلة لما أراد أن يقلص من نفوذ المؤمنين قبل الانقلاب عليه في البداية استحدث بوليس خاص، استحدث ميليشيات شعبية بس توازي الجيش، وهذه اللي أدت بمن ينقل إلى من يعني شوف هذه كيف التاريخ. طيب بس سنرى ذلك أكثر تفاصيل ولكن بعد فاصل. مشاهدينا الكرام نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لنتطرق لتفاصيل باقي الموضوع، فابقوا معنا. أرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نحن في برنامجكم الحدث المغاربي نتناول الليلة الملف الأمني الموازي، ثم لا نبتعد عن ملف صحة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وفي هذا الباب بالضبط أعيد الترحيب بالأستاذ مقران آية العربي. أستاذ مقران، كيف تفسر هذا الاحتقان والتطاحن على مستوى رئاسة الجمهورية؟ رئيس عبد العزيز بوتفليقة في الأول نقل إلى فرنسا على أساس أنه سيقضي أسبوعا لا أكثر، ها هو الآن أمضى أكثر من شهر. لماذا بالضبط في رأيك طالت هذه المدة؟ وهل هنالك شيء يطبخ هناك في فرنسا؟ قبل ذلك بودي أن أوجه كلامي لزميل الأستاذ سعد جبار. نعم. وأقول أن ذاكرته لم تستطيع حتى أن تحفظ اسمي وأن يذكر اسمي كما هو. وذاكرته لا تتذكر إلا أنني كنت بمجلس الأمة، وينسى أنني مناضل داخل الجزائر ومعارض للسلطة منذ 40 سنة، وأنني عينت من طرف رئيس زروال وقبلت التعيين لمدة 6 سنوات، وقدمت استقالتي بعد 3 سنوات بعد الربيع الأسود، وبعد ما عينت ولاحظت بنفسي في مجلس الأمة وفي المؤسسات التي رأيتها عندما كنت عضوا في المجلس، ومن ثم فأنا أتحدث عن أشياء أعرفها أعيشها أراها يوميا وأتحدث عنها وأحللها، خلاف الزميل سعد جبار الذي يتحدث عن الجزائر بناء على أوراق وجرائد وأنترنت. بالنسبة للسؤال، نعم أستاذ، أعتقد أن بقاء الرئيس لمدة أطول مما كان منتظرا تتوقع يعود بطبيعة الحال وبكل بساطة إلى المرض. لو شوف يا رئيس لعاد إلى الجزائر، ومن ثم بقاؤه لمدة أكثر من شهر في المستشفى ثم في قصر ليزانفاليد، هذا يعني أنه لا يزال يعاني من مرض، ربما من أمراض. وأنا لم أطلع على الملف الطبي وليس لدي معلومات، ولا يمكن أن أبني عن أقوال مغني مثل أونريكو ماسياس لأتحدث عن صحة الرئيس. طيب لماذا أستاذ مقران
ترى أن فرنسا لديها كل كبيرة وصغيرة عن صحة رئيس الجمهورية. بمعنى آخر، الملف الصحي الآن في أيدي المخابرات الفرنسية، في أيدي الحكومة، وتعلم ما إذا كان قادرا عبد العزيز بوتفليقة على إكمال مهامه على أحسن وجه أم لا. بينما السلطات في الجزائر كل مرة تبيعنا أوهاما وتقول ممكن وسيكون في صحة جيدة وسيؤدي مهامه كما هو منتظر. لو كان الرئيس في صحة جيدة ماذا يفعل في المستشفى؟ ومنذ متى صارت المستشفيات للمتمتعين بصحة جيدة؟ وإذا كانت المستشفيات للذين يتمتعون بصحة جيدة فأين مكان المرضى؟ فخطاب السلطة الجزائرية واتصال السلطة الجزائرية تحدثنا عنه مرارا، وقلنا أن هذه السلطة كأنها تعيش في كوريا الشمالية، وكأن جدار برلين لم يسقط، وكأن 5 أكتوبر لم يحدث في الجزائر، وكأن بريجنيف لم يموت، وكأن الأنظمة الشمولية لا تزال قائمة. فخطاب الرسمي للسلطة الجزائرية حول مرض الرئيس وحول مواضيع أخرى لا يزال هو خطاب الحزب الواحد، نظرا لبقايا أفكار الحزب الواحد والتلفزة واحدة والفكر الواحد. أما السلطات الفرنسية فنحن لسنا مغفلين إلى حد الاعتقاد أن فرنسا تعمل من أجل الديمقراطية في الجزائر واحترام الحقوق والحريات في الجزائر، وإنما لفرنسا مصالح ومن حقها أن تكون لها مصالح، بخلاف الكثير من المسؤولين الجزائريين الذين لا يدافعون عن مصالح الشعب الجزائري ومصالح الجزائر. لفرنسا مصالح، ومصالحها بالدرجة الأولى قبل إعلام الجزائريين أو غير الجزائريين عن صحة الرئيس. إذا كانت مصلحة فرنسا في الإعلان عما يحدث للرئيس ستقوم بذلك، وإذا كانت مصالحها العليا الاقتصادية والمالية خاصة نظرا لوجود شركات فرنسية كثيرة تعمل في الجزائر وتربح ملايين اليورو، فتخفي الحقيقة عن الشعب الجزائري وعن الشعب الفرنسي، وهذا شيء بالنسبة للدول العظمى طبيعي جدا. ومن ثم أنا لا أنتظر من فرنسا، ولا ألوم الحكومة الفرنسية، بل ألوم الحكومة الجزائرية وألوم السلطات الجزائرية التي تخاطب الشعب كأننا قصر، والوزير الأول يقول أن رئيس بصحة جيدة، ووزير الاتصال يقول إحنا يعني ما نسناش فارغين الشغل باش نعمل يعني بيان يومي حول صحة الرئيس. إذا في القضية قضية المصداقية، السلطة فقدت المصداقية مثل الأحزاب السياسية تماما، ومن ثم الشعب لم يعد يثق في أحد، لا فيما يأتي من فرنسا ولا فيما يأتي من الجزائر. الفرق أن فرنسا تدافع عن المصالح العليا للدولة والشعب الفرنسي، بينما بعض المسؤولين عندنا يدافعون عن مصالحهم الشخصية لا أقل ولا أكثر. أحسنت أستاذ مقران آية العربي، المحامي والناشط السياسي والمحل السياسي بالأحرى، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من الجزائر. أعود لك أستاذ سعد جبار، مثلما كنت تستمع للأستاذ مقران آية العربي قال إن فرنسا طبعا هي مهتمة بالجزائر، ولكن هذه المعلومات تبقى دائما عند الفرنسيين، والجزائريين مثلما ترى عبد الملك سلال وغيره كل مرة يصرحون بالتقطير بالقطرات عن صحة الرئيس أنه بخير وكذا، ولكن ربما أنت كنت استمعت فرانسوا هولاند رئيس الوزراء الفرنسي كان يتحدث عن بوتفليقة وكانت لديه معلومات. رئيس الجمهورية، أنا أول أجدد كل احترامي الأخ مقران آية العربي، ولكن أنا كل ما ذكرته أنني أكدت ما قاله لأنه كان عضو في مجلس الأمة، أنا قلت هو يعرف لديه معلومات، لا قلت هو يعرف مدى نفوذ السلطة الهيئات التي شكلها النظام بحيث تكون واجهة. فقضية معلوماتي على الجرائد وعلى خذها هذا أنا أقول له حاجة واحدة، إحنا في الخارج هو الرئيس تاعو عاش طول حياته في الخارج، يعني بوتفليقة قبل ما يكون وزير عمره ما يعرف الجزائر، دخلها في الاستقلال وراجع إليها رئيسا، اللي كان رئيس الوزير نفط نتاعو كان عايش في أمريكا. اللي يتكلم على الخارج ما نحبش تاع الخارج والداخل، إحنا الجزائر إحنا داخل قلوبنا إحنا في خارجها، بصح اللي في الجزائر اللي مش اللي في الجزائر اللي ساعدوا في تزييف الحقائق هم اللي راهم اللي ساعدوا النظام الشمولي. طيب نعود للمقاضيه، نعود لفرنسا هولندا. احنا فرنسا عندنا مصالح كبرى فيها، وعندنا مصالح عندنا القضيه كيف تسير الامور فقط. احنا نتذكر النظام الجزائري كيف فتح ابواق الدعايه عندما وقع تدخل بالنسبه لاسقاط القذافي، بينوه وكان هناك تدخل فرنسي على حدودنا والعالم الفرنسي مرفوع وهنري ليفي، بينما انت اليوم صبحت البيان تطلع من فرنسا حول صحه الرئيس نتاعنا تطلع من فرنسا،
والغريب في الامر ولا ولا, ولا يعني من سخريه القدر ان واحد يجي زي اوريكو ماسياس والده كان يقتل في في في, في, في المجاهدين الجزائريين وقت الثوره وقتل على ايدي وعدم على ايدي جبهه التحرير صبح هذا يعرف على البلاد احنا ما نعرفوش احنا نتكلموا الخارج واللي يقراوا ليه احنا في الخارج وغير فانا نتصور فرنسا ما تنساش حاجه لما عين لما قررت المؤسسه الحاكمه النافذه صاحب القرار عندما قرروا بالمجيب وتفليقة تعرف اول كم واحد كان يعرف العربي بالخير التقى بخمس صحفيين انا عارف اثنين منهم وابلغوني في في منهم جوزي غارسون تاع الليبراسيون قالت لي تلاقيت مع بالخير وفي واحد ثاني عربي في فرنساوي تقصد العربي بالخير الجنرال الجنرال العربي بالخير المغرب وتوفى لا لا هو كان النافذ هو اللي كان هو اللي كان الجود فادر هو كان رب المؤسسه العسكريه كان هو اللي يلعب في الشطرنج ويجيبوا يدي كذا هو اكبر رجل نافذ بعد سقوط شادلي صبح هو هو اللي يتحكم هو اللي كان المخ المدبر بينه مع مجموعات اخرى هو ابلغ الصحفيين قال احنا المؤسسه نظام قرر يعين بوتفليقه وهذا ما تم اين قال هذا الكلام في 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 في, في فرنسا في فرنسا في لما لما قبل ما يطلع شوف تعرف فرنسا احنا لازم نعرف حاجه فرنسا بعد سنه 92 فرنسا هي اللي حامت النظام 92 واستغلت الظرف هذا عمرها ما كانت فرنسا عندها من ناحيه النفوذ الاقتصادي ولا السياسي والميزان التجاري تاعها عمرها ما ارتفع قد ما ارتفع منذ انقلاب 92 صبحت في كل المجالات موجوده هذه هما حقهم يلعبوا زي ما يحبوا احنا عندنا مصالح انا قاعد نقول لك ازداد النفوذ الفرنسي لا اقصى حد الا يطرح هذا الكلام وجوابك يستشف منه انه فرنسا الان دخلت فيما يسمى مرحله ما بعد بوتفليقه وتريد ان تعرف من بامكانه ان يحل محل بوتفليقه لما تتكلم على الجزائريين هذه مش كلام جرايد الجزائريين المقرب للمؤسسة يقول لك احنا صبحنا قبل بوتفليقه بعد 92 بدات تحدث عمليات فساد في الدوله بمعنى لكن منذ جابوا تفليقة الآن كرس الحاجة صبحت دولة الفساد ودولة الفساد الآن من يتحكم فيها دولة الفساد من يتحكم فيها ما يتحكموش فيها الأجهزة الرسمية تاع الحكومة تاع عناصر الدولة أو الرسمي والشرعي اللي نعتبره من حتى من ناحية الواقعية هو الشرعي يقولك صبحوا رجال الأموال الجدد هذو وفرنسا صبحت تلعب دور كثير والجزائريين العنصر الوطني وعنصر المصلحة الوطني صبح ما يجيش ثلث فيه وممكن في هذا الإطار تدخل اسمع شوف اللوبي اللي واقع مؤخرا فقط اجتمعوا في اجتماع ندوة كبيرة في مارسيليا راح فيها شخصية معروف كان رئيس مخابرات فرنسية السابق ومعروف ان الجزائريين يعطيه فلوس بشكوار النظام يعطيه وهذا دائما بالتليفون على مسؤولين جزائريين يروحوا يجمعوا يجيبوا حتى العناصر اللي كانت النظام يخدم بها في المراحل في المرحلة الاولى من الانقلاب عناصر ولا واحد يحترمها في الجزائر ولا يعرفوا الجزائر يعرفوها الا عبارة عن انبوب تاع ياكلوا ويشربوا منها فقط وهم يتكلموا عن الإسلام والخوف من الإسلاموية والتدخل القطري في كذا الربيع العربي الربيع العربي راه عبارة عن 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 مؤامرة تديرها أمريكا في المشرق والشعوب العاصمة والشعوب هذا الشعب في تونس واللي في مصر واللي في ليبيا وفي سوريا اللي قاعد يضربوا الآن المجاهدين هذو يعتبرهم كلهم أغبياء الوحيدين اللي قدروا يعرفوا مصالحنا هذو اللي روجوا تشوف المطارات الأجهزة معدات الأمن في المطارات الجزائرية اللي اعطاه الواحد اللي والده كان رئيس مخابرات سابقا يخدم لوبيست يخلي يشتغل الجزائريين باش يخوف بالاسلام ويخوف تدخل القطري وتدخل الامريكي في المنطقه وكذا وكذا الى اخره اعطاه هذا باش ياخذ فلوس معروفه هذه الامن يعرف المخابرات سي توفيق يعرفهم لذلك الفساد اللي وقع قبل قضيه مصر البلد كان ملفات المخابرات تعرف حاجات لكن ما تقدرش تطلعها وتخليها لعب لما تكون صراع الاجنحه وحتى بعض الناس شوفها في الصحف كل واحد عنده الجناح نتاعو يعني ان الحرب بين الاجنحه بالوكاله لكن المره هذه نتصور النظام امامه فرصه ان اذا حب يصلح من الداخل المخابرات تعرف التقارير تعرف الشعب الجزائري واش يفكر وتعرف الاحتياجات وتعرف الفساد هل نستطيع ان ننقذ البلد ونحوله من دوله فساد الى دوله يعني دوله حديثه دوله تليق بالشعب الجزائري دوله اطارات كلها حربت ولا خارجه هاد الأمنية الوحيدة للناس يقول روح الخارج تلقى واحد يقول لك أو يحكي الأخ العربي اسمه أيت المقرن أيت العربي يقول ولكن فرانسوا هولاند قال أنه أنا منذ أسابيع أنا سمعت وش كان يقول قال منذ أسابيع كنت في الجزائر أسابيع يعني هو يحكي على زيارته قال في أثناء زيارتي تركت إنه الجزائريين متمسكين برئيس الجمهورية وسمن العسل ما كانش مشاكل رغم إنه تحدث على الحركة
اسمع نقول لك حاجه. هذا اسم الفرنساويين 130 سنه كون جاوا يعرفونا فهموا العقليه الجزائريه ما كانش يخرجوا، كون عطاونا حقوق متساويه كون رانا احنا باقيين دوله عظمى معنا ومعهم. طيب لكن السؤال الذي يطرح نفسه استاذ سامح لي، السؤال الذي يطرح نفسه الان انه بعد فتره السنوات الجمر التي عاشتها الجزائر في التسعينات كان الامن منفلت، ما كانش امن، كنا في مرحله لا امن. طيب بعد ما خرجنا من التسعينات الدوله تسوق انه دخلنا المصداقيه الشفافيه دوره القانون، ثم نعود شيئا فشيئا الى مصاف الدول الاخرى المعروفه اللي عندها وزن. لكن لما تسمع انت انه فيه جهاز امني كان مؤسسا لفتره 10 سنوات وكان ينشط ثم يغيب ثم يحل، يعني وين هي الافكار اللي قلنا احنا دوله القانون والشفافيه والمصداقيه وغيرها، وين هذه كلها؟ شوف الاجهزه الامنيه دي كلها مسخره للحفاظ على النظام. والله ماذا يعني سرقة ملايير، فساد مسؤولين كبار ويعرفوا عليهم في الداخل وفي الخارج؟ وين المخابرات لو كانت تحمي المصلحة العامة المصلحة الوطنية؟ وين الجندارمية؟ كل واحد يكتب تقارير على المواطنين، الدرك الوطني يكتب، البوليس يكتب، البوليس يكتب، لا كل واحد يكتب لش واقع. عندهم جماعة تجيب لهم الأخبار يعرفوا الشعب ماذا يريد. اسمع اسمع ما يقولوش ماذا يريد الشعب وإحنا نكيف الوضع ده. شعب يريد تكون عندنا دولة نورمال، دولة يعني زينا زي الشعوب الأخرى. الازدواجية في الخطاب، يقول لك تقول لي الآن والله الجزائر خرجت من هذا. إحنا نتمنى إحنا هذه اسمع كلامهم، كلامهم ازدواجي. هو يقول لك تعظيم، يقولوا المصري يقول لك كلامك يعجبني لكن عملك ما يعجبنيش، فهمتني؟ هذا يتكلموا شيء والواقع شيء آخر. والدليل على ذلك فرانسوا هولندا كان صادق، قال انا شفته، قال راهو في حاله تلقاها الان، وراهو بما انا مازال في فرنسا، بينما الجماعه تسرب تقول لك ورجع. والدليل انا الرئيس الجزائري ما عندوش معنى، المصب تاعو ما عندوش معنى، هاي البلاد سايره نورمال. شفت؟ طيب اسمع الان ارحب الان بانضمام الاستاذ عبد العزيز غرمول رئيس حركه الوطنيين الاحرار. استاذ عبد العزيز غرمول، بماذا تفسر هذه المده التي قضت وقتا كثيرا جدا؟ كان من المفروض ان يقضي الرئيس حوالي 10 ايام 15 يوما على الاكثر، الان ازيد من شهر ورئيس الجمهوريه بين يدي فرنسا. هناك هناك من يقول بان طبخه ما بين الفرنسيين وبوتفليقه او حاشيه بوتفليقه. الى اي مدى ما زال الدور الفرنسي يفرض نفسه في الجزائر؟ اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله، ارحب بمشاهديكم الكرام. يعني أعتقد أن هذا سؤال طبيعي وعادي، ولكنه في نفس الوقت سؤال يعني أصبح يعني عندما يسأله الجزائريون يضحكون. منذ متى فرنسا خرجت من الجزائر، ومنذ متى الدولة الفرنسية يعني نزعت أظافرها من لحم هذا البلد؟ طبعا أنتم تعرفون مثل ما يعرف كل الناس أن فرنسا لا تزال مرتبطة ببعض الأغناب انتحى هنا داخل الجزائر ارتباط وثيق، وهي تخطط معهم في كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بهذا الشعب. وبالتالي يعني أعتقد أن السؤال يدخل في الإطار العادي. إذن أستاذ عبد العزيز، أنت غير ما مرة كنت قد استضفتك هنا في هذا الحدث، حدث المغاربي، وقلت لي بأن هذه المؤسسات التي قيل لنا غير ما مرة بأن مؤسسات دستورية، أين هي اليوم؟ لماذا لا تطلب أو لماذا لا تستفسر عن هذا الجهاز الأمني الذي أسس في ظرف 10 سنوات وهو ينشط ولا ندري ما هي نشاطاته، ثم يحل بطريقة فجائية ولا نعرف لا نشاطاته ولا رئيسه ولا هيكله ولا هيئاته؟ والله يعني كما تعرفون الجزائر الآن يعني تعيش خارج الإطار الدستوري. الجزائر الآن لا يحكمها لا دستور ولا ميثاق ولا ميثاق أخلاقيات سياسة ولا ميثاق أخلاقيات مهنة. الجزائر محكومة بزمرة معينة معروفة بالأسماء وبالألقاب وبالأملاك وبالسلطات وبالسطوات. وبالتالي يعني طرح الآن سؤال حول هذه المؤسسات يبدو لي أنه يعني طرح في غير محله. أما بالنسبة لهذه المؤسسة الأمنية التي تم حلها،
أنت تعرف في الجزائر هناك الكثير من الأشياء تحدث على أستطيع أن أقول يعني بنزق وعلى ضربة رأس أو فكرة عابرة يعني تستهلك من الوقت ومن الأشخاص ومن الأعمال ومن البرامج ومن الأموال وقتا طويلا وكثيرا، ولكن تنتهي في نهاية الأمر إلى هذا الحل. وأعتقد أن حل هذا الجهاز الأمني يعني مقصود في هذه المرحلة، وبطلب من جهات أمنية أصبح يضايقها يعني تقاسم سلطات أو تزاوج سلطات أو تداخل سلطات إن شئنا، وبالتالي طلبوا من الوزير الأول أن يحكم أن يلغي هذا الجهاز. وبالتالي الوزير الأول كما تعرفون هو نفسه يدخل يعني في إطار مجموعة معينة داخل النظام، فقام بحله. هذا كل ما في الأمر. نعم أستاذ عبد العزيز، كان معي ضيفا في الجزء الأول ثم بداية الجزء الثاني الأستاذ مقران آيت العربي، وأنت تعرفه هو محام وناشط ومحلل سياسي ومعارض أيضا للسلطة. كان يقول لي بأن هذا الجهاز الأمني الذي حل كان جهازا أمنيا موازيا، وكانت مهمته هو رصد والبحث عن المعلومات وحتى عن الأحزاب. يعني بعبارة أخرى كان يعنيكم أنتم بالضبط، خاطر أنتم لأنكم أنتم جزء لا يتجزأ من الساحة السياسية والأحزاب. ما رأيك؟ والله طبعا الأستاذ محامي أدرى بالأمور القانونية مني في هذا المجال، ولكن ما أقوله لأخي وللإخوة المشاهدين هو أننا أحزاب سياسية لا نعمل في السرية. نحن أحزاب نعمل في العلن، نعمل في الوضوح، نصرح بأفكارنا. نحن لا نتآمر على الدولة، بالعكس نحن نحاول أن نساعد هذا الدولة على أن تتأسس وأن تحترم. إذا كان هذا الجهاز يقوم بهذا العمل غير الشريف، هذا العمل النزل، ما من رأي يعني حله أفضل من بقائه. ولكن أعتقد أن ليس هذا هو يعني العامل الذي أدى إلى حله. أعتقد أن هناك الآن مجموعة داخل السلطة استأسدت وأصبح بإمكانها أن تنفرد ببعض الصلاحيات أو بتوسيع صلاحياتها، وبالتالي رأت في هذا الجهاز أنه يضايقها، وكان حله بالنسبة لها هو الحل الأمثل لتتحكم هي في الأمور وحدها. شكرا لك أستاذ عبد العزيز غرمول، جزيل الشكر لك رئيس حركة الوطنيين الأحرار، كنت معنا من الجزائر. أعود لك أستاذ سعد، هناك من الشباب من أودع لي رسالة في الفيسبوك قائلا: ما هي الضمانات بأن هذا الجهاز حل؟ هذا الجهاز الأمني حل؟ هل هناك ضمانات تثبت أن هذا الجهاز حل طالما أن حالة الطوارئ ما تزال مفروضة في العاصمة؟ لا يمكن تنظيم اعتصام أو مظاهرة أو مسيرة أو تجمع ما بحكم حالة الطوارئ. ثم يأتي عبد المكسلين ويقول لقد قمنا بحل هذا الجهاز الأمني. أنا أتصور الجهاز الأمني إذا خلقه من أجل مش مثل من أجل حماية الوطن، ولا أنا تدخل في إطار صراع الأجنحة. الرئيس كان يريد أن يحوز على كل صلاحياته، لكن لما سنحت الفرصة لأصحاب الشأن فقضوا عليها. يعني ما تنساش الازدواجية، احنا المشكلة هذه احنا من كل زوج، احنا زي سفينة نوح. تذكر الأحزاب كي لما كان جبهة الإسلام القاد خلقوا لها حماس باش يطفيها، طيب كل مرة تخلق طوفيلية. لما كان جبهة القوى الاشتراكية خلقوا له لارسيدي، وكل واحد وخلقنا من كل واحد زوج يا تفكيك الأحزاب. انا نتصور بوتفليقة حب يفكك، حتى هو حب يكون عنده جهازه بحيث تكون عنده دور. شوف موقع في جبهة التحرير ولا موقع في اللاندي، هذه احزابهم بالرغم هي ادوات مش احزاب. انا قلت لك المشكله نتاعنا احنا يجب النقضية على الازدواجيه هذه تاع الكلام. احنا نظام براسين بلغتين، وكل مره يلعبونا تاع الريره تاع الورق الثلاثه هذو. هما دائما الرابحين. انا لحد الان اشك، انا اتمنى ان هذه فرصه للنظام الحاكم انه ينفتح ويحل لنا المشكلة. ننتظر لا ربيع ولا صيف، فاتحوا يا أخي، خلي رئيس
خلي منافسة مفتوحة، الشعب يختار رئيس، الرئيس بعدين يقدر يسيطر على الأجهزة الأمنية وغيرها، قد تصبح عنده شرعية زي موقع في مصر إلى حد ما، الرئيس جاي يقدر يطرد أي واحد بعين أي واحد. جماعة هذه صبحت، لكن أشك أن هذا ما سيتم، لأن ما تنساش أصحاب علوم الأحياء يقول لك الديناصورات لا تتطور أبدا بل تنقرض، يعني النظام هذا اللي هذا الجو النظام طبيعة النظام هذا طبيعة ديناصورية، كل 20 سنة ويوعدوا الناس بالتغيير، والآن يحاولوا حتى يجهضوا الثورات في أماكن أخرى. شوف النظام الوحيد اللي قاعد يساعد مثلا من جانب العراق لأسباب أخرى، اللي قاعد مثلا يعارض في مثلا في مساعدة الشعب السوري على الإطاحة بالديكتاتور هذا، كانوا ضد ما وقع في ليبيا، مش اللي يحبوا القذافي ولا غير اللي ما يحبوش ثورات، هم يتمنوا السلفيين يبقوا كل مرة السلفيين الجهاديين كل مرة مخترقين مساكن في مخترقين مجموعتنا في ماري ولا في تونس ولا. طيب ماذا سيد سعد، ماذا عن السيناريو الآخر المتداول هذه الأيام الأخيرة بقوة، مفاده أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيعود قريبا ربما غدا أو بعد غد سيعود للجزائر ويعلن أنه ما فيش ما يقدر يكمل العهدة وستكون هناك رئاسيات مسبقة، في رأيك أنت كيف تكون المسألة، كيف تكون المرحلة المقبلة بعد بوتفليقة؟ شو جماعتنا فاشلين في كل شيء، لكن عندهم كل الحيل اللي يطلعوا بتخريجة أخرى، كل مرة يعملوا فيلم ويحمضوا الفيلم، خاصة جيتي ديجيتال هما في التخريجات هذه، يبقى التخريجة مثلا يستنى مثلا الأيام القادمة عندما تنتهي امتحانات البكالوريا، لما تغلق الأبواب تغلق الجامعات أبوابها، الناس تكون مصيفة ورمضان راح يجي ويعملوا لك تخريجة، لأنه الناس اللي كانوا يتكلموا العهدة الرابعة خلاص ما صرت تسمع صوتهم. اسمع انت شوف يعني احنا راي تفهت الأمور في بلادنا، الجزائريين اللي كانوا يتميزوا بالأنفة والرجولة والحشمة صبحت انت زي ما بن علي، تذكر بن علي في العهدة الأخيرة هو قضى منها سنتين فقط، وبدأت وحدة فنانة تونسية في مصر تقول لهم عهدة أخرى للرئيس ورجال أعمال رافعين، وفي مطر المهارات قال لك والله سعيد بوتفليقة لازم يكون حزب. شوف فيها وعليها، فيها تضليلات وفيها لانطوكس هذاك تاع تسميم الحقيقة، لكن لكل أسبابه. أنا نقول لك حاجة واحدة، بوتفليقة لو كانت حاز على كل الصلاحيات كانت الأمور تكون أسوأ، ولو حكمنا من 94 كانت أسوأ، لأن هو اللي أغلق كل المساحة السياسية، تبنى نظام المعارضة، تبنى خطاب المعارضة من حيث المصالحة الوطنية وجابها مصالحة، هو الجيش وضحها نزار وش قال المرة الأخيرة. أنا يعجبني هذا النزار لما يتكلم يضر نفسه ويضر النظام نتاعه، لكن يقول الحقيقة زي ما يشوفها هو ببساطته، قال لك احنا الجيش هو اللي يعمل المصالحة اللي تمت، هي مصالحة أمنية وتفليقة بينا أنها مصالحة سياسية وأنها قذ البلاد من الشرور. وعليه أنا نتصور حان الوقت الآن، إذا فيهم فعلا هذو يعتبروا روح مجاهدين ويقول احنا دافعنا على البلاد، مش معناتها دافعنا على البلاد احنا وصلنا مرحلة في مرحلة من المراحل في قلب المدينة، كان واحد قال له كلوا العسل يعني الحس صباعك، من يخدم في العسل يلحس صباعه. المشكلة احنا وصلنا في الدولة هذه صبعوا نحلوا كلاوه ما عادش فيه لا فهمني. فإذا هم مجاهدين حق إذا وطنيين صح ما خليش الفرنساوي عنده حق يتنفذ عليك، عنده حق يدخل عندك لأنه من مصلحته. إذا لا نعيب الحكومة الفرنسية بل نعيبه مثل ما كان يقول السلف. اسمع الفرنساوي يقول لك تاش يحترموك، هم يتمناو أنا لو جيت فرنساوي تكون مستقل فعلا، الأمور ضعاف هذا باش نبقى مانيبيليتينغ، نبقى نستعمل فيهم ونستعمل الأدوات. ما قد اسمع يتعاملوا معنا بالندية، لما شو عندك دولة ديمقراطية منتخبة يقول لك البرلمان ليش ما يحقوش قضايا تاع الجهاز هذا؟ أنت البرلمان مساكن معينين منقيينهم من المخابرات، واحد ما يفوت إلا اللي متأكدين أنه شوف هذا راه يمشي على بطنه. شكرا لك أستاذ سعد جبار الخبير في القانون الدولي والشؤون السياسية، جزيل الشكر أيضا مشاهدينا الكرام للأستاذين الفاضلين مقران آية العربي المحامي والمحلل السياسي، ثم عبد العزيز غرمون رئيس حركة الوطنيين الأحرار كان معنا من الجزائر. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن المشاهدة، دمتم بخير وإلى اللقاء.